ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن اكتر حاجه انتشرت الفتره الاخيره وانتوا طلبتوا مني اني اجربها، وهي الدلكه السوداني وسويت الدلكه السوداني. وللاسف اكتشفت ان انا بعد ما صورت الفيديو ان الفيديو ما فيهوش صوت، واضطريت ان انا اركب صوت على الفيديو، فمعلش استحملوني لان اصلا المنتجات خلصت من عندي، فما قدرتش ان انا اعيد تصوير الفيديو من تاني. اول حاجه دي شكل الدلكه السوداني. انا في الفيديو كنت مخلصه نصها بالظبط، بس حاليا خلصتها كلها، فهديكم رايي النهائي فيها. اول حاجه لما بتفتحوها ريحتها قويه ونفاذه، وريحتها فحم ببخور، وريحه البخور واضحه، وبحس ان فيها ريحه من ريحه الشيشه، معرفش ليه. فانا اعتقد انها معموله من الفحم، ومش عارفه ليه انا حاسه انهم كمان حاطين فيها، عارفين المعسل بتاع الشيشه بالظبط، مش عارفه ريحته واضحه قوي، كأن حد بيشرب شيشه جنبك وفيها زيوت او زيت الجليسرين، لاني لما استخدمتها على جسمي مع البخار وقتها الريحه كانت واضحه كأنها ريحه شيشه، كأن في حد او ريحه الحمام كلها عامه بقت كأن في ريحه شيشه. ده كان بالنسبه للريحه، والريحه قويه وثابته وبتفضل في جسمك يوم كامل، كأن ريحتك فحم وبخور وريحتك شويه قريبه من ريحه المعسل بتاع الشيشه. المهم طريقه استخدامها، مفروض انك بتاخدي قطعه زي ما انتم شايفين على حسب الكميه اللي هتستخدميها، وبتحطي عليها ميه ورد او ميه عاديه، وبتسيبيها لحد ما قوامها يكون لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، ويكون جسمك مندي، وتبتدي تفرديها على جسمك وبتسيبيها شويه، وبعدها بتبتدي انك تغسلي جسمك وتعملي زي حركات دائريه عشان تطلعيها، فبتخلي الجسم شويه ناعم كانك بتعملي سكراب للجسم، فبتدي نعومه، وعشان فيها زيوت فبتحسي ان جسمك ناعم ومترطب. بس انا شايفه ان في بدائل كتير بتعمل الحركه دي، وكمان بتخلي ريحه جسمك ريحه فحم وبخور وريحه شيشه باختصار يعني، والريحه ثابته بتفضل يوم كامل فيك الريحه دي. انا عن نفسي يعني ما حبيتهاش وما انبهرتش بيها، وحسيت انها ما تستاهلش خالص الشهره ولا الضجه اللي اتعملت عليها، وريحتها كمان غريبه كانك بالظبط مش عارفه اقول لكم ايه، كانك هتفضلي طول اليوم ريحتك فحم ببخور بشيشه. ده اللي حصل معايا، حتى النعومه والترطيب اللي بتعمله في الجسم بيفضل معاكي بس يوم، وحاجات يعني مؤقتة، وفي حاجات كتير بتخلي الجسم برضو ناعم ومترطب. فانا شايفة انها عادية واقل كمان من العادية، وانا عن نفسي منصحش بيها، وانا عن نفسي كمان مش هشتريها تاني. ندخل بقى على تاني حاجة، وهو سويت الدلكة السوداني. والعبوة اللي انتوا شايفينها دي نص كيلو، وسعرها 30 جنيه. زي ما انتوا شايفين ده عبارة عن سويت عادي جدا، كل فكرته ان فيه برضو اعشاب، وريحته على فكرة ريحته لطيفة جدا، احلى بكتير من الدلك السوداني، ريحته عسل اسود على بخور، والمفروض انه مع استعمالك ليه بيقلل ظهور الشعر. طبعا مفيش الكلام ده، ما حسيتش معاه خالص بالموضوع ده، بس انا شايفة اللي بيميزه انه سهل في الاستخدام، سعره حلو جدا بالنسبة لحجمه. انا عن نفسي السويت بتاع الدلك السوداني عجبني جدا، وكررته ووريته لكم في فيديو مشترياتي، اشتريت عبوة كمان. اولا هو سهل في الاستخدام، بتاخدي من العبوة على طول، سعرها حلو جدا بالنسبة لحجمها، كمان مش بيسيح بسرعة زي السويت العادي، وكمان اسهل في الازالة، وكمان بيعمل ازالة احلى من السويت العادي، معمول مظبوط فعلا. فانا شايفة ان السويت الدلك السوداني من الحاجات الحلوة اللي تستاهل فعلا الشهرة، وعجبني وانصح بيه لو حابين انكم تجربوه. بس يعني ابعدوا عن فكره انه بيأخر نمو الشعر والكلام ده كله، ما لاحظتش اي حاجه بخصوص الموضوع ده، بس هو لطيف بالنسبه لسعره، لو حابين انكم تجربوه. انا عن نفسي لو هكرر حاجه تانية هكرره هو بس. وبس كده، وده كان رايي في المنتجات. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حد جربهم برضو يكتب لنا رايه تحت في التعليقات، كلنا بنستفاد. وبس كده، لو حابين تسألوا عن أي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامة.